وإلى محافظة إربد، حذر رئيس مؤسسة إعمار إربد رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الرواب خلال افتتاحه بازارا للمشاريع الإنتاجية في محافظة إربد من إفقاد المواطن الأردني الأمل في بلده. لا أتحدث هنا عن قطعة أرض أو قطعتين، وإنما عن عشق أردني لتراب هذا الوطن، ومن لا يحب وطنه لا يستحق العيش فيه، ومن يهون عليه تاريخه يهون على التاريخ. أثبتنا أننا نحفظ قيم الأمة وقيم الوطن. إياكم أن تفقدوا المواطن الأمل ببلده، واجبنا أن نكون زراع الأمل. أما أن نخطب شاتمين مهاجمين فذلك لن يبني لنا وطنا عزيزا سيدا. الوطن واجبنا أن نعرف همومه، وأن نعرف عناصر النقص وعناصر الضعف فيه، وأن نسهم في تحسينها وإجادتها، وليس في فقط شتم الظلام، وإنما إيقاد شمعة واحدة.